إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الأخلاق عظيم شأنها، عالية مكانتها في دين الإسلام، ولذلك دعا المسلمين إلى التحلي بها وتنميتها في نفوسهم، وهي أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها دين الإسلام، وهي الإيمان بالله عز وجل والعبادات والمعاملات والأخلاق. والأخلاق لها علاقة وثيقة قوية بالإيمان بالله عز وجل، وكذلك بالمعاملات. بل إن الفطرة السليمة تدعو إلى حسن الخلق، والعقلاء مجمعون على أن الصدق والوفاء بالعهد والصبر والعزم والشجاعة وبذل المعروف وما شاكل ذلك أخلاق حسنة حميدة يستحق صاحبها المدح والثناء والتكريم، وأن الكذب والخيانة والغدر والبخل وما شاكل ذلك أخلاق سيئة يذم صاحبها. وقد جمع ربنا تبارك وتعالى مكارم الأخلاق في آية واحدة في كتابه، في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ويكفي في الرغبة في حسن الخلق ومجاهدة نفسه على التخلق به أن الله عز وجل أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، مع قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولحسن الخلق فضائل عظيمة كثيرة، نذكر بعضها. أولا، حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة، فقد روى الإمام الترمذي وكذلك ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. الجواب تقوى الله وحسن الخلق. وسئل كما في الحديث نفسه عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج. ثانيا حسن الخلق له أو صاحب حسن الخلق له درجة عظيمة. فقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شخص يقوم الليل ويصوم النهار وآخر لا يفعل ذلك لا يتطوع بقيام الليل ولا بصوم النهار فيدرك درجته. وأي عمل أعظم عند الله تعالى من الصلاة ومن الصيام. ثالثا حسن الخلق يدخل صاحبه في أعلى منازل الجنة. فقد ثبت عند الترمذي وأبي داود وكذلك عند ابن حبان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم. من الزعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدال، والمقصود هنا بالمراء أو بالجدال هو الجدال الذي لا فائدة منه، مجرد جدال فقط. أما إذا كان بشكل مناظرة علمية وما شكل ذلك فلا شك أنه مشروع. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا قال محمد بن عبد الله صلى الله على رسول الله. رابعا صاحب حسن الخلق بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فقالوا يا رسول الله قد علمنا من هم الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ قال المتكبرون. والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا، المهم أن يحكي أن ينطق، هذا هو الثرثار. والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في كلامه. والمتشدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر. خامسا حسن الخلق لب الإسلام. روى الإمام ابن حبان والحاكم وغيرهما وروى كذلك الإمام أحمد والطبراني هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام. والفحش معروف، والتفحش هو التعمد بالفحش،
إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم أخلاقا. أحسن الناس توحيدا، شهادة أن لا إله إلا الله، أحسنهم أخلاقا. هكذا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل ولد في حديث عمر بن قتادة رضي الله عنه وهو عند طبراني في لوسط بإسناد حسن، قال جاء رجل، قال عمر رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت. طول القنوت، والمقصود هنا بالقنوت القيام، لا القنوت بمعنى الدعاء الذي هو مشروع في الوتر وفي صلاة الخمسة إلى النوازل وما شكل ذلك، لا، طول القنوت هنا طول القيام. وبهذا الحديث يستدل أهل العلم الذين يقولون بأن القيام أفضل أركان الصلاة، ومنهم من يقول بأن السجود أفضل من القيام، والخلاف بين أهل العلم قديم معروف مذكور في كتب الفقه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أو أفضل الصلاة طول القنود، ثم قال وأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال الجهد المقيم، ثم قال وأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. الخلق له مكانة عظيمة في دين الإسلام. سادسا، حسن الخلق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التحلي بحسن الخلق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البيهقي والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أراد معاذ بن جبل سفرا فقال أوصني يا رسول الله، فقال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال زدني يا رسول الله، قال إذا أسأت فأحسن، قال زدني يا رسول الله، قال استقم وليحسن خلقك، استقم وليحسن خلقك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه. ثامنا، إن حسن الخلق من أفضل الخصال. روى الإمام أبو يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. من أفضل الخصال عند الله عز وجل طول الصمت وحسن الخلق، وبينهما ترابط وتلازم. وكذلك صاحب حسن الخلق من خيار الناس. فقد روى الإمام ابن حبان وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. فقال أطولكم أعمالا وأحاسنكم أخلاقا. من يطول عمره وحسن عمله. ولذلك قيل قديما إن صاحب حسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، وسيء الخلق هو أجنبي عند أهله.
وثبت عن إكرمة رضي الله عنه أنه كان يقول لكل شيء أساس، وأساس الإسلام الخلق الحسن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.